مساء الخير. اليوم عندي حالة كذا سريع بالبطاطس الحلوة. هذه البطاطس الحلوة هذه البطاطس سلقتها على البخار، مو في مويه، على البخار عشان ما يبقى فيها مويه. وعندي هنا جبنة كيري أو جبنة فلاديلفيا، أي جبنة كريمية. وعندي هنا رقائق السبرة قرو. عندي هنا مكسرات مشكلة مع قرفة شوية سكر. أي مكسرات عندك؟ أول خطوة أضيف تقريبا على حسب، أنا عندي هنا حبة كبيرة بطاطس راح أحط عليها 3 حبات جبنة كيري، ممكن جبنة كريمية ملعقتين، الحين اهرسهم. راح تنهرس بسرعة لأنها مستوية. هرسهم مع بعض. إذا ما انهرست لك بسرعة كذا ممكن الخلاط عادي يعني، بس هي سهلة تنهرس بسرعة. الحين بعد ما هرستهم بالشوكة، شايفين، أضيف المكسرات. طبعا المكسرات تقريبا أنا عندي هنا نص كوب، كل واحدة حسب الرغبة. عندي هنا فستق وجوز ولوز وشوية جوز الهند وشوية قرفة وشوية سكر. في هذه الحالة ممكن أنا أحط شوية تبرد في الثلاجة عشان اقدر الفها. ناخذ عجينة الرقاق واحط فيها شوية والفها كالطريقة المعتادة اللي نعرفها، بس نحاول ما نقطعها بشويش. الاطراف احط شوية موية او شوية دقيق تلصق تكون كذا. سوي واحدة ثانية، سوي واحدة ثانية. طبعا طريقة اللف سهل ما يبقى لها. خلاص ونقليها او نحطها في القلاية الهوائية. الحين خلصت اللف وراح اقليها، شايفين. انا اخترت السبنجلون اللي مقاسه صغير، ممكن تختارين الكبير عادي. بسم الله. زي ما قلت لكم ممكن تحطينه في القلاية الهوائية. خلاص تقريبا كده اللون الأشقر كفاية. الحين أطلعها أحطها على طول. عندي هنا قرفة وسكر، خليها بالقرفة والسكر عشان أقلبها في القرفة والسكر بالشكل هذا. شايفين، أخليها تتقلب في القرفة والسكر. لما تحطينها وهي حارة على طول تمسك فيها السكر والقرفة. تكون بالشكل هذا. شايفين كذا خلصنا رولات البطاطس الحلوة مع المكسرات. عندي هنا الصوص عبارة عن جبنة كريمية
وحليب نستله. ممكن نضيفين عليه شوية حليب عشان يخفف. يعني ممكن ناخذ هذه ونغمس فيها الصوص. نجربها معاكم. مرة لذيذة. جربوها.